لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، شرعنا منذ درسي في ذكر وتعداد وسائل إصلاح القلب وتقويم النفس كيف تتغير. ذكرنا في لقاءين سابقين الوسيلة الأولى، وهي التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وذكرنا أن حسن التعرف يثمر حسن التقرب. إذا أردت أن تجتهد في العبادة فاجتهد في التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بل أنصحك أن تجعل ذلك وردا من الأوراد، أن تداوم عليه كل أسبوع، وأن تحرص على ذلك قراءة وسماعا. تجعل لك كتابا فيه شرح لأسماء الله تعالى، تقرأ منه صفحات أسبوعية تداوم على ذلك، تسمع شروح أهل العلم لهذه الكتب، وذلك أن الشرح يضيف لك مشاعر الشيخ وأحاسيس الشيخ وهو يتكلم عن الله عز وجل ويشرح الأسماء والصفات، وهذا من أعظم أسباب الإصلاح والتغيير والتقويم. أما الوسيلة الثانية فعنوانها قلبك يا عابر الجسر، يعني أن تهتم أول ما تهتم بقلبك، فإننا بصدد إصلاح وتغيير يشمل حياتنا كلها، عباداتنا، معاملاتنا، أخلاقنا، سلوكياتنا، عاداتنا، كل ذلك سيطاله التغيير إن شاء الله تعالى، فأنا لنا والقدرة على ذلك. والواحد منا ربما يريد تغيير عادة من العادات فيأخذ ذلك زمنا ويتألم ألما شديدا، وهو يعالج نفسه حتى تترك هذه العادة التي تتعارض مثلا مع كمال من كمالات الإيمان، أو ربما تكون سببا في وقوعه في معصية من المعاصي. كيف ونحن نريد التغيير في كل هذه الجوانب؟ كيف وقد نشأنا سنين عددا نصلي كما نصلي، نصوم رمضان كما نصوم، حالنا مع الذكر كما تعلمون، والقيام كذلك، فضلا عن التكاسل في النوافل. أما المعاملات والأخلاق فحدث ولا حرج، كم من الناس قد نفر من الالتزام بسبب سلوكيات وأخلاق بعض الملتزمين، ولا أقول كل. أما العادات فحاجز صد أو سد يحول بين الكثيرين والانطلاق نحو السعادة والتميز، فأن لنا وهذا الطوفان من مناحي وجوانب التغيير. إنه والله إخواني، والله لا طاقة لنا بذلك إلا إذا أعاننا الله، إلا بالاستعانة بالله والتوكل عليه، إذ كل خير فمن قبله سبحانه. وهذا يندرج تحت السبب الأول والوسيلة الأولى التي ذكرناها، ثم التركيز، وهنا الوسيلة الثانية، ثم التركيز أول شيء أو أول شيء على القلب. قلبك يا عابر الجسر، نعم، مع العناية بالقلب تهون المشاق، مع العناية بالقلب تذلل الصعاب، مع العناية بالقلب تكون المحنة منحة، مع العناية بالقلب يستحيل التعب راحة، مع العناية بالقلب ينقلب الألم لذة، لأن القلب إذا أحب شيئا أنس به وسعد بقربه وبذل لأجله، حتى الروح يبذلها رخيصة. القلب إذا أحب شيئا أنس إليه وسعد بقربه وبذل لأجله، حتى الروح يبذلها رخيصة له. كلما ازداد العبد لله حبا ازداد عبودية، والحب إنما يرتبط بالمعرفة، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ثم بأسباب أخر يأخذ بها من الاجتهاد في الإيمان وتحصيله ونحو ذلك. ولا تتعجب
من كلامي فأخبار المحبين لا زالت تدلل عليه قديما وحديثا. فقط أقول لك ماذا فعل النسوة حين رأينا جمال يوسف عليه السلام الباهر، رجل أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي يوسف شطر الحسن. فلما رأينا أكبرنا، إيه أكبرنا؟ أعظمنا شأنه، أجللنا قدره، وقطعنا أيديهن، يعني جعلنا يقطعنا أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج أي الفواكه بالسكاكين. قطعنا أيديهن، حززنا في أيديهن بالسكاكين، يحسبن أنهن يقطعن الفواكه. فأين أثر هذا الحز لليد عليهن؟ إن هذا الجمال الباهر واستغراقهن في مطالعته قد أذهلهن عن هذا كله. هذا المنظر الذي رأينا جعلهن ينشغلن عن حز السكين في الجلد واللحم، وهذا واقع. الإنسان ينشغل بشيء يحبه أو بشيء هو مستغرق فيه ربما عن الألم، كما تجد بعض العمال ربما ينظر يعني بعض الأحيان فيجد دما في يده لا يعرف ما مصدر هذا الدم، وهو قد جرح وهو مستغرق في الايه، في العمل. يعني ممكن واحد يكون مثلا شغال في ارض، شغال على مكنه بتاع، حته جلده اتشالت او حته من ايده مثلا او كده، وهو بيحش مثلا حاجه في الارض او كده، وما خدش باله، جسمه سخن ومستغرق في العمل، ما خدش باله بالايه مما حدث له. فاين، فكيف يفعل حب الله جل جلاله الجميل الذي كل جمال في الكون فهو خالقه وواهبه، كيف يفعل حب الله بقلب عبده؟ كيف يكون احتمال العبد للمشاق لأجله سبحانه ولابتغاء وجهه؟ انظر كم هي وكيف هي تضحيات الأنبياء وبذلهم نصرة لدين الله تعالى ونشرا لرسالته ووحيه الذي أوحاه إليهم. انظر كيف بذل الصحابة مهاجهم وكيف ضحوا نصرة للدين ونشرا له حتى مات أكثرهم في غير موطنه، تفرقوا في البلاد، تركوا الأوطان وفارقوا الأهل والأولاد، أو حتى أخذوهم معهم وماتوا في غير بلادهم وفي غير أوطانهم حبا لنشر دين الله سبحانه وتعالى. ثم جاء من بعدهم التابعون والأسلاف الصالحون، ونعجب أيضا من بذلهم ونصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى. نعجب أشد العجب من رجل يرمى بثلاثة أسهم وهو يصلي، وصلاة نافلة ليست فريضة، ثم هو لا ينفتل من صلاته ولا يتحول عنها، فضلا عن أن يصرخ ويولول. شوف كده واحد من المصلين مثلا حصلت حاجة للي جنبه، مش إيه، مش ليه هو، يعني حصل حاجة للي جنبه، مثلا المروحة مثلا وقع منها ريشة ولا حاجة، ولا المروحة كلها وقعت فرحت خبطة في اللي جنبيه، هو مش فيه، هو ده في ايه، في اللي جنبه، ممكن يقع يغمى عليه، خطأ ما حصلوش حاجة، تمام كده. وهذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله عنه، فاكرين اسمه، احنا قلناه في النماذج، اللي اتضرب بثلاث أسهم، عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه، كان يصلي صلاة نافلة، ووضع الكافر سهما فيه فنزعه وأكمل صلاته، ثم وضع الثاني، ثم وضع الثالث، وهو يصلي لله سبحانه وتعالى. ثم إذ به يقول: ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرني به رسول الله بحفظه، لقطع نفسي قبل، أو لقطع نفسي قبل أن أقطعها. لقطع نفسي يعني تطلع روحي وما اقطعش الركعتين اللي أنا بصليهم، صلاة إيه؟ نافلة قيام ليل كما عند أحمد. وقد سبق ذلك كما سمعتم في سلسلة بعنوان من أخبار السلف، وهي ضمن دورتنا جسر التعب تحت عنوان نماذج الجسر. حاول أنت تحمل السلسلة دي وتبدأ تسمع كده النماذج المذكورة فيها. تعجب حين ترى رجلا يخشع ويستغرق في خشوعه وصلاته والقذائف تتهاوى من حوله. كان ابن الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصيب ثوبه فما يلتفت. المنجنيق اللي هو رمي الحجارة، دلوقتي بمقام ايه في ايامنا دلوقتي؟ قذائف او الهون او غيره او الاربجي او كده،
قذيفة نازلة جنبيه وهو بيصلي، ما ايه؟ ما التفتش، تصيب ثوبه، يعني القذيفة جاية في ايه؟ في ثيابه وما يلتفت. تعجب من ثبات أنس بن النضر في أحد وقد طعن 80 ما بين ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمية بسهم، ولا يزال متقدما لا يلتفت حتى قتل رضي الله عنه، فنزل فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تعجب حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتفخت ساقاه من طول القيام، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ تعجب حين تقرأ قول إبراهيم عليه السلام الخليل وقد أوقدت له النار العظيمة وهو في غاية السكينة والطمأنينة مرددا حسبي الله ونعم الوكيل. وأحدنا ربما مكر به البعض شيئا من المكر فقامت الدنيا ولم تقعد واضطرب اضطرابا شديدا وربما حجز في بعض المصحات النفسية. أين هذه الطمأنينة والثقة بالله والتوكل عليه التي كانت عند الخليل إبراهيم عليه السلام، وأين نحن منها؟ وإن لم نبلغ هذه المنزلة لكن نقترب. تعجب من طمأنينة موسى عليه السلام ويقينه حين كان فرعون من خلفه والبحر من أمامه وجنده يقولون إنا لمدركون، انظر للمؤكدات، إنا لمدركون، فيردد إن معي ربي. وكذا قالها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار للصديق لما قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال اثنان الله ثالثهما. تعجب من ثبات الصديق لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في تثبيت الأمة كما قيل إن الله نصر هذا الدين بإيه؟ بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. انظر لثبات الرجال حتى قام وخرج على الناس، وعمر يتوعد من يزعم أن رسول الله قد مات صلى الله عليه وسلم بالقتل، وغيره من الصحابة قد حدث لهم ما حدث، وأبو بكر ثابت الجأش مطمئن القلب يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآيات. بل تعجب أيضا من يقينه في نصر الله له وتأييده حين ارتد من ارتد من العرب ومنع من منع زكاة أمواله وأعلنوا ذلك، وخشي الناس هجومهم على المدينة فطلبوا من الصديق أن يمنع جيش أسامة من الخروج لقتال الروم، ومع ذلك يصر الصديق على أن يخرج البعث ولو طافت أو جرت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين. وكان نصرا عظيما لأمة الإسلام في ثبات الصديق وإصراره على ذلك. تعجب من شيخ فان وهو يتحسر على أيام الشباب فيقول ذهبت الصلاة مني وضعفت، يعني بعد ما كبر بعد ما شيخ بيتحسر على أيام الشباب، بيقول فين أيام الشباب لما كنا بنصلي، طب وانت شيخ بتعمل ايه؟ قال وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. يعني انت كده بتتحسر على ايام الشباب وانت شيخ دلوقتي وعجوز وبتصلي بالبقرة وآل عمران، طب هو شاب كان بيعمل ايه؟ فماذا كنت تفعل في شبابك يا أبا إسحاق؟ وغير ذلك الكثير والكثير كما سمعنا وسنسمع في النماذج بإذن الله تعالى. وقد رأينا أو فيما ذكرت أن هذه الأجساد إنما استطاعت ما استطاعت لأجل أن وراء هذه الأجساد قلوب قد امتلأت بحب الله. هذا هو السر في تميز السلف في تقدمهم، بل ما سبقهم أبو بكر كما قال بكر المزني، ما سبقهم أبو بكر بإيه؟ بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، إنه القلب سر التميز. إذا أردت أن تستعين على تحصيل الكمالات في العلم في العمل والعبادة في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل في سائر مناحي حياتك، فعليك بهذا القائد وعليك بالأمير والرئيس الذي تنقاد الجوارح والجنود له والتي هي بالفعل تبع له. فالقلب هو القائد والجنود والجوارح هي الجند له، هي الجنود له وهي تتبعه وتسمع له. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث
أحمد الذي هو أشرف حديث لأهل الشام، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب، في المقابل كانوا على أفجر قلب، فانظر كيف نسب التقوى إلى القلب ونسب أيضا الفجور إلى القلب، مع أن الإنسان يمارس ذلك بجوارحه، لكن الأصل في التقوى تقوى القلب، والأصل في الفجور فجور القلب. إذا امتدت اليد إلى الحرام فلأن القلب أمر، وإذا نظرت العين إلى الحرام فلأن القلب اشتهى، وإذا مشت الأقدام إلى الحرام كذلك وراءها القلب. إذن القلب هو الأساس في فعل أي طاعة وفي الاجتهاد في الطاعات، وهو الأساس والأصل أيضا في فعل المعصية. لذلك نقول أجساد تحملها قلوب قد امتلأت بحب الله تعالى، أما نحن فضعف الحب في قلوبنا، قل التوكل بل وسائر المعاني القلبية، ولا بد أن نعترف. لا يجدي أن يحاول الإنسان أن يبرر موقفه وأن يحاول أن يعني يرضي نفسه ويرضى بحاله، لا بد أن نعترف أننا بالفعل قد ضعف حب الله في قلوبنا، قل التوكل بل ونضبت المعاني القلبية في القلب. والله عز وجل إنما سترنا بالعافية، فإذا حل البلاء تبين الرجل، كما كان بعض السلف يقول تساوى الناس في العافية، فإذا حل البلاء تبين الرجل. يعني طول ما الإنسان معافى أو مستور، محلش بيه بلاء، فلوسه ما ضاعتش، مفيش حاجة حصلت له في جسمه، مرض شديد أو ابتلاء شديد، وإلا عند البلاء يتبين الرجل. العافية سترتهم، وإنما يظهر ما في القلب عند الإيه؟ عند البلاء وعند الشد. تخيل واحد خرج من بيته بأهله بأسرته بأمواله بأولاده وعاد هو إلى المستشفى وهم عادوا إلى المقابر، حادثة حصدت الأسرة كلها، وهو رجع للعناية المركزة وبعد أيام كان في البيت، داخل البيت ما فيش حد في البيت، ولا زوجة ولا أولاد، كلهم ماتوا في لحظة واحدة. كيف يكون قلبه عن ربه؟ هل سيكون صابرا أم راضيا أم شاكرا؟ وكلها منازل. وكذا نحن حين نبتلى كيف ستكون عن الله؟ كيف سيكون قلبك؟ هل سيكون صابرا؟ يعني تحبسه على شيء تكره، حبس النفس على ما تكره، أم أنت راض بما قدره الله، كما قال سعد بن أبي وقاص لما عمي في آخر عمره رضي الله عنه. وسعد مشهور بإيه؟ إجابة الدعوة. قال له أحدهم يا عمي لو دعوت الله لك ادعي ربنا لنفسك، فابتسم سعد وقال قضاء الله أحب إلي. انظر للرضا الذي يملأ قلبه. وهناك أيضا تجد بعضهم شاكرا على ما أصيب. شاكر على إيه؟ على مصيبة؟ طب ده إحنا فين؟ عشان كده بقول لك الأحوال القلبية دي التفاوت فيها كبير جدا. التوكل نفسه ابن القيم في المدارج لما بيذكر درجات التوكل، إحنا فين من الدرجات دي؟ ده الموضوع كبير جدا. إحنا واخدين رتوش بس كده، رؤوس أقلام من العبادات، ودينا شغالين بيها وربنا يستر. الخطر بقى ان بعض الناس يبقى على الحرف، فممكن تحصل المصيبة ايه؟ فاكرين؟ يقع، ولا حول ولا قوة الا بالله. شوف خطر امر فعلا، ضعف القلب فطال الضعف العبادات، ضعف القلب فطال الضعف العبادات. فلذا تجدهم لا يصبرون اذا اطال الامام، تجدهم ليست راحتهم في الصلاة، لم تصبح الصلاة قرة العين، وهو يجاهد نفسه نعم في دفع ذلك، لكن هذا موجود بالفعل. لذلك قلت لكم كما قال شيخ الإسلام كلما ازداد القلب حبا ازداد عبادة. ضعف القلب فطال الضعف العبادات، فكان الكسل في طلب العلم والكسل في العبادة كما وكيفا، والتهاون بالأوراد. ما تجد الذي يأتي بالفرض ويحرص على تحسينه وتكميله ثم يتبع الفرض بالنفل ويداوم على ذلك إلا قلة. ضعف البذل للدين وقل وانشغلنا بشهواتنا، حتى إذا دعي بعضهم لشيء فيه نصرة للدين فيقول والله أنا كان عندي شغل بس أنا مش فاضي، أنا بس ما عندي معاد مع الأولاد، ودوما هو يتعلل بذلك، حتى ربما أقول ربما صدق عليه شغلتنا أموالنا وأهلنا. هو مين اللي ما عندهوش شغل ومين اللي ما مش فاضي؟ مين اللي فاضي ومين اللي ما عندهوش شغل؟ ما كلنا كده، بس أنت لازم تقتطع من أعز وقتك وقت لله، وقت تتعلم في دينك، وقت تحافظ بيه على أورادك، وقت تنصر بدينك،
تسهم مع إخوانك الذين ينشرون هذا الدين. هو الدين ده بتاعي أنا بس، بتاع الإخوة اللي شغالين دعوة بس وقوافل وغيره، أنت إيه دورك؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقدم؟ لذا كان من أهم المعينات إخواني هذه الوسيلة، وسيلة الليلة، العناية بالقلب. وسأذكر لكم في اللقاء القادم بإذن الله خريطة للعناية بالقلب تعينك إن سرت عليها للوصول إلى المقصود بإذن الله. قلبك يا عابر الجسر هو المضغة التي ينظر إليها الرب جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليس ميزان التفاضل بين العباد فقط هو الظاهر، وإنما الباطن، القلب، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما عند مسلم. ويقول سبحانه في شأن قرابين البدن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى أين؟ التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب، تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب. صلاة فلان أفضل أم صلاتك؟ أنتوا الاثنين بتصلوا زي بعض تماما، إيه اللي هيميز؟ ما في القلب من الخشوع. صيام فلان أفضل أم صيامك؟ إيه اللي هيميز؟ ما في القلب من التقوى. وهكذا قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب. وقال تلميذه ابن القيم: فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وشوف قال إيه؟ من الإيمان والإخلاص والمحبة، كلها أعمال قلبية. وتبعا لهذا التفاضل يكون أثر الأعمال في تكفير السيئات. يعني مثلا أضرب لك مثل ونسأل الناس اللي هتسرح دي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام، كل من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لازم إيمانا واحتسابا، هذه واحد. رقم اثنين: كل من صام رمضان إيمانا واحتسابا حصل مغفرة تامة شاملة؟ لا. ليه؟ لأن هما متفاوتين في الإيمان والاحتساب. يبقى حظك من المغفرة في رمضان اللي فات أو رمضان اللي جاي بلغنا الله إياه، إنما هو مرتبط بحظك من الإيمان والاحتساب، يعني بالقلب. يعني كل عمل هتقوم به أصله إيه؟ القلب. وما في القلب من الإيمان والحب والإخلاص. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وتبعا لهذا التفاضل فإن تكفير الأعمال الصالحة للذنوب الوارد أو الواردة في النصوص غفر له ما تقدم من ذنبه مثلا، يكمل أو ينقص بحسب ما في الإيه؟ ما في القلوب. يكمل رحمه الله مدللا لهذا المعنى فيقول: وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. لو كان القلب حاضر في العمل، القلب متظبط فيه الأعمال القلبية والإيمانيات، يبقى يكفر الذنوب تكفيرا كاملا. لو ناقص يبقى التكفير هيبقى ايه؟ وهكذا. وان كل عمل من اعمال الجوارح، ركزوا في القاعده دي، لابد له من اصل من اعمال القلوب. كل عمل من اعمال الجوارح لابد له من ايه؟ اصل من اعمال القلوب. والا عايز حد يكمل واخد كتاب، والا كان كل عمل، ارفع ايدك، كل عمل من أعمال الجوارح لابد له من أصل من أعمال القلوب، وإلا كان نقط. يا عم قلت ارفع يدك. الله، ناقصة. عمل الدوشة دي كلها ومش عارف تجاوب. لا انت، أيوة، مين اللي قال رياء؟ ها بعد ده كده. بس في حاجة، في حاجة ناقصة، مش رياء بس، بس عشان بس انت ايه نورتنا النهاردة. كل عمل من أعمال الجوارح لابد له من أصل من أعمال القلوب. تبص عن شوفها مش عارف ده شاي ولا حاجة ساعة ولا عصير، ماشي حلو. كل عمل من أعمال الجوارح لابد له من أصل من أعمال القلوب، وإلا كان نفاقا أو رياء أو قليل النفع ضعيف الأثر. قليل النفع ضعيف الأثر إزاي؟ أما الأولى اللي هي إيه؟ نفاقا، عمل جوارح ملوش أصل قلبي. ركزوا عباد الله، عمل جوارح ملوش أصل قلبي. زي إيه؟
يا جدع يا جدع، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ده عمل إيه؟ جوارح هو قول اللسان. طب أصل القلب، عشان كده والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال الله عنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. هم بينفقوا؟ بس نفقاتهم مش مقبولة. ليه؟ إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم بيأتوا الصلاة. عشان كده أثقل صلاة على المنافقين. ليه بقت تقيلة؟ لا يا حبيبي، بسبب نفاقهم، بسبب القلب منافق والعياذ بالله. إلا وهم كسالى. طب والنفقة؟ ولا ينفقون، صحصح معايا، ولا ينفقون إلا وهم. ممكن زي ما سمعت في دروس الترغيب والترهيب يطلعوا يجهدوا برضه، صح كده؟ إن السيف إيه؟ لا يمحو النفاق. شوف السيف يعني عمل صالح اهو وخلاص، يعني ما باله المؤمنين يفتنون في قبورهم، ما باله الناس يفتنون في قبورهم الا المؤمن الا الشهيد. قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، يعني السيوف بتلمع فوق راسهم، وكمان عايزهم يمتحنوا في القبر. ما هم امتحنوا في الدنيا امتحان ايمان اهو، انه يسيب اهله ويطلع ويعرض نفسه للقتل، امتحان ايمان. فالمنافق ربما يخرج ويجاهد، ولكن ده عمل جوارح ملوش اصل ايه؟ قال عشان كده كان نفاق والعياذ بالله. بما تفسر قول الله تعالى الا هم كسالى الا هم كارهون؟ الكسل والكره ده عمل ايه؟ احوال قلبيه، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. كرهوا ما انزل الله. تخيل انسان يكره القران، القران اللي هو سبب الشفاء، القران اللي هو الروح، هو بيكرهه الذي به حياة القلب والإيمان، فكيف يصح له عمل وكيف يقبل؟ وأما الثاني يبقى عمل جوارح ملوش أصل في القلب، ممكن يبقى يكون إيه؟ نفاق أو إيه؟ رياء. زي الثلاثة الذين تصعر بهم النار يوم القيامة. كان في عمل ولا ما كانش فيه؟ اصحى يا ابني، كان في عمل. إيه عملهم؟ حج. انت اللي حج رب تحج. ها كان ايه؟ الله ينور عليك. كان قارئ وايه للقرآن، او عالم، في رواية انه هو عالم، او ايه مجاهد، والثالث كان ايه؟ قارئ. ما هو القارئ والعالم في رواية دي زي دي ومجاهد. طب ليه دخلوا النار؟ مش أي هنا الأصل القلبي ما كانش موجود، عملوها رياء. إنما قاتلت ليقال، إنما أنفقت ليقال، إنما جاهدت أو قرأت ليقال. يبقى هو مش عايز، ما يبتغيش بعمل وجه الله، ما كانش مخلص فيه، عشان كده ملوش أجر عليه، ما خدش عليه ثواب، ما خدش عليه حسنات. وقد ففقد الرصيد القلبي أحبط العمل أو ضيع ثواب العمل. أما الثالث ده مش منافق بقى ولا إيه ولا مرائي، لكن ضعفت أحواله القلبية، ضعف إخلاصه، ضعف حبه، ضعف خوفه، ضعف خشوعه، فبتلاقي عمل الجوارح هو كمان إيه؟ بقى ضعيف. كما ترى في أحوال الناس في الصلاة، أو خلينا واقعيين، أحوال كما ترى أحوالنا في الصلاة، فبقدر الخشوع فيها يكون أثرها في كف الجوارح عن الفحشاء والمنكر، بقدر الخشوع فيها يكون أثرها في كف الجوارح عن الفحشاء والمنكر. بل يتفاوت المكلفون في أجورهم على صلاتهم بحسب خشوعهم، وده رصيد قلبي. إن الرجل لا ينصرف من صلاته، حديث، وما كتب له إلا عشر صلاته، وظل في درجات حتى قال نصفها. يبقى التفاوت ده راجع لإيه؟ ممكن إقامة الجسد سهلة، بيصلي بالضبط بالمسطرة، لكن المشكلة في الإيه؟ القلب. حتى ذكر النصف، وهل يعود هذا التفاضل إلا إلى الحال القلبي من الخشوع وحضور القلب؟ قال حسان ابن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. ليه؟ صلى وحده، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. كذا الصيام، حظ المكلفين منه إنما يرجع إلى حظهم من التقوى والبر. كذا الزكاة، يتفاوتون في ثوابها بحسب طيب النفس عند إخراجها. قال صلى الله عليه وسلم، عايز حد يكمل الحديث؟
خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. إيه هم؟ هات لك ورقة معاك وقلم، اكتب لك حديث تعمل به تنتفع، بدل ما تيجي حاطط ايدك كده وتتفرج وخلاص. ايه بقى؟ من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. 2 وصام رمضان. 3 وحج البيت ان استطاع اليه سبيل. 4 واعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وده الشاهد، مش اعطى الزكاة وخلاص. ما واحد بيدي الزكاة وشايفها انها ايه؟ غرامة، ضريبة، لو ما فيش عقوبة مش هيديها. ومن منعها فإن آخذوها وإيه؟ وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. يعني الإمام لو واحد ما طلعش زكاته، الإمام يعمل إيه؟ ياخدها وياخد شطر ماله. فإن آخذوها وإيه؟ وشطر ماله. طب هو هيضحي بشطر؟ لا، يطلع 2.5% وإيه؟ ومش راضي، هو مطلعها كده غصب يعني. دي مقبولة؟ طب ايه السبب؟ حال قلبي. عشان كده قال ايه؟ واعطى الزكاة طيبة بها نفسه. 5 وادى الامانة. قالوا يا ابا الدرداء وما اداء الامانة؟ قال ايه؟ قال الغسل من الجنابة. طب ليه ده امانة؟ لا، ما هو واحد يجنب وما يغتسلش، بالظبط ما يغتسلش، ومين اللي هيعلم بيه؟ يبقى الامر فعلا برضو عايد لامر ايه؟ لامر قلب. والحديث حسن. نفس المعنى تقدم في حديث 3 من فعلهن فقد طعم طعم الايمان، ومنها واعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. اذا اثر العمل وثمرته ليست باتمام ظاهره فحسب، وانما ايضا في العناية بباطنه. قال صلى الله عليه وسلم، كمل كده الحديث ده وخد كتاب، إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه، كما عند ابن ماجه، وهو حديث صحيح. إنما الأعمال إيه تاني؟ كالوعاء. الكباية دي أو الإزازة دي لو أنت جاي تعبي فيها مية وكان فيه تحت كده فتلة شاي، هيحصل ايه في الميه بعد كده؟ كلها هتتغير. ليه؟ مع ان الفتله دي كانت تحت. اذا فسد اسفله فسد اعلاه، اذا طاب اسفله. طب ايه علاقه دي بالقلب وظاهر العمل؟ بالضبط، ما هو الاسفل ده اللي هو الباطن اللي هو القلب، لما ايه يطيب تطيب الايه؟ الجوارح، ولما يفسد. نفس معنى حديث ان في القلب مضغه. في معنى تاني، حد يجيبه ياخد كتاب يا ابني هتنيمنا. إنما الأعمال كالوعاء، لا، إذا طاب أسفله طاب أعلى، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. هو بلال بيقول قول بعض السلف القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، يعني عايز يقول الفساد اللي طالع على اللسان ده منشأه إيه؟ فساد فين؟ لا، القول الثاني بقى يحتمل كما قال السندي رحمه الله أن العبرة بالخواتيم. شوف تفسير العلماء، فاهمينها ليه؟ أيوة، إذا طاب أسفله يعني هو يعني مستمر على الطاعة في حياته، هتكون الخاتمة على الإيه؟ على الطاعة. لكن هو إنسان متلون متقلب، والقلب فيه دغل وفيه مرض وفيه آفات، ممكن لا يوفق لحسن الإيه؟ الخاتمة، كما في حديث لا يعمل بطاعة الله الزمان الطويل، أو لا يعمل بطاعة الله فيما يبدو لذلك كده قبل ما يموت بيتقلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يبين خطر صلاح القلب وأهمية ذلك. لذا نجد دوما أن الوعد بالجزاء الحسن على العمل الظاهر يأتي مشروطا بعمل قلبي. مين يجيب دليل؟ نجد دوما أن الوعد بالجزاء الحسن على العمل الظاهر يأتي مشروطا بعمل قلبي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. تمام كده؟ وإيه كمان؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، الأصل القلب فين؟ ما تقوله
ابتغاء مرضات الله. ايه ابتغاء مرضات الله؟ الاخلاص. يبقى الحاجات دي ما كانتش باخلاص مش هتنفع، مش هتقبل. حديث سعد انك لن تنفق نفقة ايه؟ تبتغي بها وجه الله، ادي الاخلاص. حديث من صام رمضان ومن قام رمضان شرطه ايه؟ ادي العمل القلبي. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، كما عند البخاري ومسلم. فين الشرط القلبي هنا؟ لا يحدث فيهما نفسه، اللي هو الايه؟ الخشوع. تمام. وعابر الجسر، عابر جسر التعب طالما قد أزمع على إتعاب نفسه لله ومجاهدتها في ذات الله، فلا يصلح أبدا ولا يصح أن يذهب هذا التعب هباء منثورا، وذلك حين يفقد الإخلاص من القلب. قلبك يا عابر الجسر هو الأصل في عملك، في مجاهداتك ونشاطك أو كسلك، فكيف أهملت وانشغلت بالعمل الظاهر؟ قلبك يا عابر الجسر، ودي هبدأ بها في اللقاء اللي جاي وأقول شوية نماذج. قلبك يا عابر الجسر هو الأساس لتحصيل لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. كان سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله كما قال عنه ابن حرملة يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وقال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. احنا طبعا بنجاهد في كام؟ في 40 يوم. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة 40 ايه؟ هو كام؟ يعني عمر. تمام. ومش كده وبس، ده كمان ما نظرت في قفا مصل أو في قفا رجل من الصلاة منذ 50 سنة، يبقى صف أول كمان. الأمر ده محتاج مجاهدة وفي مشقة ولا سهل؟ يبقى مش هتتميز إلا لما تتعب، إلا لما تبذل. عشان كده بنردد كتير اتعب عشان إيه؟ عشان تستريح، عشان ترتاح. لكن أنت مفكر هتحصل راحة بدون تعب، تبقى إنسان واهم. أما عامر بن عبد قيس فكان إذا أصبح يقول: من أقرئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن، ثم يقوم فيصلي إلى الظهر. ينفع واحد يصلي لحد الظهر؟ أيوة، يعني بخلاف وقت الكراهة أو التحريم. ينفع وقت نهي ده ولا جواز؟ مشروع، يجوز. ثم يصلي إلى العصر. ينفع؟ ينفع. ثم يقرئ الناس إلى المغرب، ثم يصلي ما بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء ايه؟ يصلي. ثم ينصرف الى منزله فياكل رغيفا، طبعا مش شرط يبقى رغيف، يعني الحاجه بتاعتك، وينام نومه خفيفه، ثم يقوم لصلاته، ثم يتسحر رغيفا ويخرج. وكان رحمه الله بعد ان ينصرف من صلاته قبيل العصر يخاطب نفسه يقول: يا اماره بالسوء، انما خلقت للعباده. نذل نفسه أمر بالسوء، والله أعلم. صح. أحمد بيقول فين شغله؟ مثلا ممكن يكون تاجر، عنده عمال بيتاجروا. عشان كده النماذج اللي أنا بذكرها لكم هنا لازم ليها ضوابط هتيجي معنا في الآخر، إن مش أي حاجة أنت سمعتها خدت بالك يبقى هي الصورة الكاملة. لأ، احنا عندنا اصول لازم نمشي عليها. انت دلوقتي شغلك ده اللي انت بتتعب فيه بالثمان ساعات او 10 ساعات او 12 ساعة انت بتاخد عليه اجر، بتاخد عليه حسنات. مش هتتكفف الناس، انت مش هتسيب اولادك تحوجهم للناس، لا. ده انت زي ما بتتعبد كده العبادات دي، انت بتتعبد في محراب الحياة. تحتسب هذه الساعات عند الله سبحانه وتعالى، مش تعف نفسك، تكف نفسك وزوجتك واولادك ونحو ذلك. لكن لو يسر الله لك عملا وتفرغت يبقى ايه؟ بها ونحسن الله من فضل. وطبعا الازمنه بتاعتهم تختلف كتير عن ازماننا، يعني حياتهم كانت ايه؟ مش على رخيصه. كانت سهله، خدت بالك، الحياه كانت سهله جدا، يعني مش بالتعقيد الذي نحن فيه. وكان قد انتفخت ساقاه من طول القيام كما في تاريخ الاسلام للذهبي. وهذا هو التوازن في حق الله وحق النفس، فله نصيب من التعليم والدعوة ونشر الخير،
ثم حظ ونصيب من العبادة بكثرة الصلاة والصيام، كذلك لنفسه حظها من الطعام والشراب والنوم، ثم هو يذكر نفسه بمعاني التواضع وأنه عبد مأمور، حتى عرف لو عامر بن قيس براهب الأمة، راهب الأمة لكثرة العبادة. أما محب الصلاة من هو؟ محب الصلاة مين من التابعين؟ قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير، اللي هو نعم ثابت البناني. قال جعفر عن ثابت: كان رجل من العباد يقول: إذا نمت ثم استيقظت ثم ذهبت أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. إذا نمت ثم استيقظت ثم ذهبت أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. ده محمول على ما إذا أخذ حظه من الإيه؟ من النوم. إلا لا مانع أن الإنسان ينام وإيه؟ ويصلي وينام تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم ينام قبيل الإيه؟ الفجر في السحر الأعلى اللي هو سدس الإيه؟ سدس الليل، وهذا أفضل القيام كما سبق معنا. وكأنه يرشدك ألا تسترسل مع شهوة النفس في كثرة النوم، بل تقتصر على حاجتها. كان يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه، فإذا أصبح أمسك قدميه وأخذ يعصرهما، ثم يقول: مضى العابدون وقطع بي. مضى العابدون سبقوا يعني، وأنا إيه؟ وقطع بي ولهفا. قال حماد بن سلمة: قرأ ثابت قول الله تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اللي هو قول الرجل الصالح لإيه؟ لصاحبه الكافر، وهو قائم قرأها وهو قائم يصلي بالليل، فجعل يرددها ويبكي وينتحب: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هل هذا الرب يكفر به أم تشكر نعمته؟ وعن حرمي قال: استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة، واحد ليه حاجة عند القاضي، فاستعان بمين؟ ثابت. فجعل ثابت لا يمر بمنزل إلا نزل فصلى حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت القماطر، يعني راح للقاضي كانوا إيه؟ شطبه. طبعا أنت السبب، ما أنت طول ما أنت ماشي عملت إيه؟ تصلي. فكلمه في حاجة الرجل فقضاها، فأقبل ثابت على الرجل، الرجل كان مؤدب يعني، فما إيه؟ ما اتكلمش، فهو قال أفهمه بقى عشان إيه؟ ما يعملش كده مع غيري يعني. وقال له: لعله شق عليك ما رأيت. قال: نعم. كده جاهز بصراحة. قال: ما صليت صلاة إلا طلبت إلى الله تعالى حاجتك. يعني كل الصلاة أنا بصليها دي، كل ما صلي أعمل إيه؟ أدعي بطلب حاجتك. يصف لك ثابت الطريق ويختصره فيقول: كابدت الصلاة. شوف بقى جسر التعب اللي احنا بنتكلم فيه، كابدت، المكابدة فيها نوع من الايه؟ شدة، وفي مجاه: كابدت الصلاة 20 سنة، ها، وتنعمت بها 20 سنة. ودي من أهم قواعد السلوك، عدم ايه؟ الاستعجال. أخ من دول تلاقيه بدأ التزام بقاله 2-3 سنين، وبعد كده تلاقيه حلق لحيته، ايه يا ابني؟ يقول لك: حاولت وما عرفتش. يعني ايه؟ يعني كل شويه اصوم 2 ويجي خميس افطر، بعد كده اصوم مش عارف، اجي اصلي قيام ليل 2-3 يوم، وبعد كده ايه؟ انت عايز توصل لحاله استقامه في خلال 2-3 سنين، ولا ممكن الاستقامه دي تبقى فين؟ في اخر 2-3 سنين في عمرك. وانا ازعم ان كثيرا من قصص السلف ان ما كانش الاكثر انما كانت في اخريات عمرهم، لكن في اول العمر كانوا زي حالتنا كده، مش شرط تطابق بس يعني ايه، حبه كده وحبه كده. وبعدين ايه الكتاب اللي بيذكر سوءات السلف وعيوب السلف؟ طب في كتاب بيجيب العكس؟ اللي هي الميزات والاعمال الصالحه، ياما صح كده. فبعض الشباب لما بيقرا عن السلف وكان بيصلي قد كده وبيقرا قد كده وبيصوم وبيجاهد وبيحج، يوم يفكر ان هم ايه؟ معصومين. لا، ده كانوا برضو عباد خطائين ومذنبين، بس ما ينفعش نجيب كتاب نجمع فيه الايه؟ الكلام ده، تمام؟ اوعى تفكر ان هم كانوا معصومين. فانت لما بتجاهد في الزمن الصعب ده بتسبح ضد الايه؟ التيار. اوعى تفكر اجرك هيضيع. يعني الشهوات بقت في كل حته، وبتدعو للشباب هيتلك وانت بايه؟
بتصدها وبتجاهد. اعتصم، ومن يعتصم بالله فقد ايه؟ استعين بالله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا ايه؟ فالموضوع محتاج شويه صبر. هم كم يوم ولا كم شهر ولا كم سنه باقي وهتموت، استمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. فهم دول كانوا في العباده دي كده، بس برضو كان عندهم اخطاء، كان عندهم عوه، كان عندهم ذنوب. عشان كده بعضنا بيتعجب لما يقرا مثلا عن بعض السلف ان مثلا حصل مشكله بينه وبين كذا فعمل كذا، تقول ده اللي احنا كنا عمل. ايوه، ما هو ما فيش حد ايه كامل ولا حد معصوم سوى الايه؟ الانبياء. هذه آفة كثير من الشباب أو أكثر الشباب، الاستعجال آفة كثير من الشباب. ظنوا أن أسلافنا إنما بلغوا ذلك بمجاهدة شهور أو سنين، أو أنهم لم يتعبوا في الطريق، أو أنهم لم تكن لهم ذنوب، هكذا وهكذا كانوا طيلة حياتهم. كلا، إنها سنوات من المجاهدة ومعالجة النفس حتى تستكين وتلين لصاحبها وتطاوعه، فتعود الطاعة لذة والمشقة راحة. النفس ليها ثلاث أوصاف. أول وصف وده أشرها، نفس الإيه؟ الأمارة. يفضل يجاهد، ترتقي الوصف أقل يعني أعلى في الفضل شوية، اللي هو النفس اللوامة. يجاهد أكتر توصل لإيه؟ هو دي بقى التوب، بقى النفس المطمئنة، هي تطمئن بالله وبطاعته. يعني اللذة بتاعتها في الطاعة، في المجاهدة، إنه يصوم يوم مثلا طويل، يعني ساعات طويلة شديد الحر، انه يقيم ليله قيام طويل مثلا، يستمتع بكده، في حين غيره شايف ان دي ايه؟ مشقه. تمام كده. وهل توقف امر ثابت عند موته؟ تعالوا نشوف كده. قال حماد بن سلمة: كان ثابت يقول: اللهم ان كنت اعطيت احدا الصلاه في قبره فاعطني الصلاه في قبره. يعني هو في ناس بتصلي بعد ما تموت، في هو ده محب الصلاه. شوف بقى حب الصلاة عنده وصل لإيه بعد الموت. حتى بيقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فإيه فأعطيني الصلاة. صلاة إيه دي؟ صلاة نوافل. لا، أقصد صلاة من قبيل إلهام أهل الجنة التسبيح، ليست من باب التكليف، لأن انقطع التكليف بالإيه؟ بالموت. لكن واحد عايز يصلي في الجنة ينفع؟ ما في عايز اصلي يا عم، زعلان ليه؟ يعني انت عايز تاكل وانا عايز اصلي، انا نفسي بحب الصلاه، عايز اصلي. واحد كان بيدعي ربنا انه يختم القران في الجنه، لهم ما يشاؤون فيها، لهم فيها ما يشاؤون. ايه المشكله؟ رؤيه بعض السلف بعد ما مات وهو في مدينه وكلها كل جدرانها من الكتب. سبحان الله، هو كان عايش ايه؟ كان عايش كده كما كان بعض السلف. الإمام النووي رحمه الله: كنت إذا ذهبت أزوره يوسع لي من الكتب حتى أجلس. يعني ما فيش مكان إيه يوسع له. كان ما فيش بقى زوجة ولا هو كان دماغ، كان إيه، كان عزابي كده، فكان قاعد مع نفسه كده وكتبه حواليه. يجي حد يزوره ما فيش إيه، ما فيش مكان. تمام كده. وطبعا عندنا حديث سيدنا موسى: مررت على موسى في قبره وهو قائم إيه يصلي. في صحيح مسلم. تمام. ولذلك في حديث أدلة نعيم القبر يقول: دعوني حتى إيه أصلي. يقول للملكين، مش قلناها قبل كده، دعوني حتى أصلي فيقولان له: أما إنك سإيه ستفعل. ما قالولوش ما فيش صلاة، أما إنك. ففي ناس في قبورها دلوقتي بتصلي، سبحان الله. في ناس قبورها مليانة جحيم والعياذ بالله، نعوذ بالله. أما الإمام أبو إسحاق السبيعي رحمه الله قال مرة للشباب كما يقول أبو الأحوص: يا معشر الشباب اغتنموا. خدوا يا جماعة النصيحة دي من أبي إسحاق: يا معشر الشباب اغتنموا. يقصد إيه؟ قوتكم وشبابكم. قل ما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية. يعني بيقول لهم: وأنا شباب زيكم كنت بعمل إيه؟ بقرأ 1000 آية. وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم. ده لعله مبني على تحسين حديث: صم من الحرم إيه؟ واترك. حسنه بعض أهل العلم. وإيه كمان؟ وثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس. يبقى ورده كان إيه؟ اللي أنت سمعته ده، قراءة 1000 آية كل يوم، تمام؟ ويصوم الأشهر الحرم الثلاث، صح كده؟ الأربعة، ويصوم 2 وخميس، وكام؟
13 14 و15 وفي وقت للشغل اهو تمام ما تقلقش. وقال ايضا متوجعا في اخر عمره ذهبت الصلاه مني وضعفت واني لا اصلي فما اقرا وانا قائم الا بالبقره وال عمران. رحمك الله ابا اسحاق، 1000 ايه كل ليله بيقرا 1000 ايه، مش تقرا لك 5 ايات وتقول لي تعبت. قال صلى الله عليه وسلم ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني يؤتى الأجر بالإيه؟ في الحديث الآخر والقنطار خير من الدنيا وما فيها. يعني لو تقول لك تاخد آيفون وتصلي قيام ليل تمام كده، طب ده إيه، ده مش خير من آيفونات الدنيا وعربياتها وفلوسها، خير منين إيه؟ ومن يوم ما ربنا خلقها لإيه؟ إلى أن يفنيها، اللي انت تصلي بايه؟ بألف آية فتاخد قنطار من الأجر. ألف آية هتقرأ جزء عامة وجزء تبارك. ماشي. وأما الإمام سفيان الثوري فعرف بأمير المؤمنين في الحديث، ولكن للإمارة ثمن. تعالوا نختم بدي عشان ما طولش عليكم. للإمارة ثمن. إيه اللي خلى سفيان يبقى أمير المؤمنين في الحديث؟ إيه اللي خلى؟ قال الإمام سفيان بن عيينة أئمة النبي، طبعا عندنا اثنين سفيانان، سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن إيه؟ أئمة الناس ثلاثة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه وسفيان الثوري في زمانه، يعني إمام إيه؟ الناس كلها إمام الدنيا. إيه بقى عمله؟ قال عبد الرزاق، عارفين عبد الرزاق؟ شيخ مين؟ الإمام أحمد، ها من شيوخ احمد اللي كان ذهب وسافر له الى في الايه في اليمن تمام. قال عبد الرزاق دعا سفيان بطعام فاكله وبتمر وزبد فاكله، مش ياما كده، ثم قام يصلي حين زالت الشمس الى العصر، ثم قال احسنوا الى الزنجي وكدوه، يعني ايه؟ اشتغل باكلك، يعني الزنج اللي هو العبد أكله وإيه؟ وطلع عينه، بس المهم إيه؟ كده. بل ورويت هذه العبارة بطريقة أخرى، قال اعلف الحمار ثم كده، يعني أكله وإيه؟ وشغل. فهو كده شايف أنا أكلت فأعمل إيه؟ فأشتغل. طبعا في ناس ما تعرفش تشتغل وهي واكلة، يقول لك أنا بنام لو أكلت قبل ما أصلي أنام، وفي ناس تقول لك أنا أدبها وايه؟ ما مش عارف دي ازاي؟ ممكن يكون زي سفيان الثوري، لان الاكل الكتير فعلا بايه؟ بيتقل الجسم وبيتقل النفس، المعده اتملت هتضغط على الحجاب والحجاب هيضغط على الايه؟ على الرئتين، تمام كده؟ فالرئتين هيبقى التنفس ايه؟ هيبقى صعب، تبقى انت عمال تاخد نفسك وانت ايه؟ وانت بتصلي بصعوبه. قال ابن وهب رايت سفيان، شوفوا بقى الاعمال، شوفوا الاماره وصلاها ازاي. رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرجع حتى نودي بالعشاء، يعني سجد سجدة وفضل ساجد لحد إيه؟ يعني سجدة حوالي ساعة. قال أحمد بن يونس حدثنا علي بن الفضيل قال رأيت الثوري ساجدا فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه. 7 أسابيع يعني 7 إيه؟ أشواط. واحد يقول 7 أسابيع، لا 7 أشواط، 7 مرات يعني طاف طواف كامل حوالين الكعبة 7 أشواط وهو إيه؟ لسه إيه؟ لسه ساجد. وقال ابن مهدي كنت لا أستطيع سماع قراءة الثوري من كثرة بكائه، يعني مش بقى اللي هو بتوع الأزهر دول ياخد بالك، لا بيقرأ قراية إيه؟ متأنية. كنت لا أستطيع سماع قراءة الثوري من كثرة بكائه. قال مزاحم بن زفر صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين فبكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين، ما قدرش إيه؟ يكمل الفاتح. قال عطاء الخفاف ما لقيت سفيان الثوري إلا باكية، يعني ظهر عليه البكاء. ليه؟ فقلت له ما شأنك؟ قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، فمنهم شقي، وده مفروغ منه ولا لسه بعد ما لا مفروغ منه، وأنت تعمل وتحاسب وتجازى على إيه؟
على عملك الذي عملته بإرادتك. فسفيان رغم هذا الاجتهاد خايف أن يكون من الإيه؟ من الأشقياء. أما لا، إحنا بقى الوضع يبقى إيه؟ قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت رجلا أفضل من سفيان لولا الحديث، كان يصلي ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني شوف الفقه اللي عنده، ما يلاقي مجلس حديث يقطع الصلاة وإيه؟ ويروح للمجلس. يقول: فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. قال يحيى بن يمان: قال يحيى ابن يمان: رأيت سفيان يخرج يدور بالليل وينضح في عينيه الماء حتى يذهب عنه النعاس. ودي طريقة في المجاهدة، مش الاستسلام للإيه؟ لأنه يعني أنت قمت تصلي قيام ليل، فلقيت نفسك كسلان ونعسان وكده وعايز تنام، ماشي، ممكن تجيب ركعتين ولا هتنام فيهم؟ ركعتين خفاف يعني، ممكن ولا هتنام فيهم؟ طب حلو، هاته. يقول لك: ما إذا نعس فالإيه؟ ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا نعس فالإيه؟ فليرق. إذا نعس، ما أنت ما نعستش، أنت لسه في نشاطك، صلي نشاطك، ولما تنعس إيه؟ يبقى نام. لكن أنت نمت من الأول، لا، صلي اللي تقدر عليه، ما إيه، ما تضيعش، ما تفرطش. كيف كان نوم سفيان؟ قال إسحاق ابن إبراهيم: كنا في مجلس سفيان وهو يسأل رجلا رجلا عما يصنع في ليله فيخبره. يعني خدهم كده بالدايرة، انت بتعمل ايه بالليل، وانت وانت، وكل واحد بيقول، تمام كده، حتى دار القوم. فقالوا: يا أبا عبد الله، قد سألتنا فأخبرنا أنت كيف تصنع في ليلك. فقال: لها عندي أول نومة، تنام ما شاءت. ما شاءت دي مش بتاعتنا، ما شاءت يعني ايه؟ الحاجة بتاعتها. يعني هي محتاجة قد ايه نوم؟ طبعا النوم الناس بتتفوت فيه، يعني النوم الصغير مش زي النوم الكبير، تلاقي الولد الصغير ينام له بالعشرة 12 ساعة، يكبر شوية ايه؟ تكبر تشيخ بقى، تلاقي نوم الشيوخ الناس الكبيرة ايه؟ أهلي الخلق. فما تتعجبش ان هم كل دي عبادة، ما هم مختلفين، بالإضافة ان ما فيش بقى شغل، بياخد معاش، احنا نسينا نقول بياخد معاش. فقالوا: قد سألتنا فأخبرناك، فأخبرنا أنت كيف تصنع في ليلك. قال: لها عندي أول نومة، تنام ما شاءت، لا أمنعها، فإذا استيقظت فلا والله، أو فلا أقيلها والله. طالما قامت يبقى إيه؟ خلاص. كان سفيان إذا أصبح يمد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض. عارفنا؟ يعني يقعد كده جلسة الإيه؟ زاوية قايمة، يبقى ظهره على الأرض ورجليه فين؟ في فوق. ليه بقى؟ بيعمل تمارين الصباح، عشان طبعا الايه، لا، يفعل ذلك حتى يرجع الدم الى مكانه من قيام الليل، لانه كان بيصلي قيام ليل، فطول ما هو واقف كده فبيعمل كده عشان ايه، تمام. قال عبد الرحمن بن اسحاق الكناني: لما مات سفيان حملته الى المغسل او الى المغتسل. شوف الخاتمه: لما مات سفيان حملته الى المغتسل فحللت ازراره. بيفك بقى هدومه عشان ايه؟ هيغسلوه. تخيلوا لقى ايه؟ فاذا رقعه فيها اطراف الحديث. مش لقى علبه سجاير، مش لقى رقعه، حته ورقه فيها ايه؟ زي السند، حدثنا فلان عن فلان او كده. شوف عاش على ايه؟ ومات على ايه؟ رحمه الله. وهل بان لك لما استحق سفيان الاماره؟ بل الاماره في الحديث، وكذا في اجتهاده في الطاعات، إنها المجاهدة وأخذ الدين بقوة. نكمل إن شاء الله الوسيلة دي الأسبوع اللي جاي، وأديكم خريطة لكتب أعمال القلوب وإزاي نمشي فيها إن شاء الله عشان نتغير. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا وأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.